معي على الهاتف الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور صلاح. يعني فكرة أنه مصر كمان تدخل في رعاية واستضافة وتقارب لوجهات النظر ما بين الفصائل السودانية، طبعا ده دور مهم لينا لاستقرار السودان، لكن كمان ده لا علاقة بالمصلحة المصرية والأمن القومي المصري. أعتقد يمكن حضرتك تقصد جنوب السودان وليس السودان. مظبوط، فصائل جنوب السودان، الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكن الموضوع يعني جنوب السودان وليس السودان. فصائل جنوب السودان مظبوط. ايوه، في واقع الامر هذا الاجتماع الذي يجري الان في اوغندا في كامبالا، واجتماع للجنه الفنيه الثلاثيه التي انبثقت عن اعلان القاهره. اعلان القاهره كان ضم بعض القاده السابقين، وكان من ابرزهم باجان عمون وبنجالور، وايضا الحكومه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الاوغندي موسيفيني. تمام. هذه الخطوة كانت في غاية الأهمية، لأن الهدف هو توحيد الحركة الشعبية، واسمها الحركة الشعبية لتحرير السودان صحيح، لكن هي تعني جنوب السودان بالدرجة الأولى. مظبوط. بمعنى أدق، هذا الهدف هو دعم السلام ووقف الحرب. الأوضاع في جنوب السودان بعد انفصالها عن السودان وصلت إلى حد حرب أهلية دامية بين أطراف المعارضة والحكومة. أي. وهذا الدور الذي تقوم به مصر وأوغندا هو دور يعني يستحق كل الشكر والتقدير، لأنه يستهدف دعم السلام ووقف الحرب. وهناك وأيضا الأوضاع الإنسانية المتردية، وجنوب السودان في الوضع الحالي قد يكون دولة أقرب إلى الفاشلة، ومن هنا هناك أهمية كبيرة وتعاون وثيق من جانب أوغندا ومن مصر وأيضا جوبا من أجل تحقيق هذا الهدف، ووقف إراقة الدماء والتوجه نحو تحقيق الأمن والاستقرار. المشكلة الحقيقية في جنوب السودان طبعا أن هناك بعض القضايا العالقة مع السودان، هناك أيضا صراع على السلطة والثروة داخل جنوب السودان على خلفية قبلية، وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة من جانب مصر ومن جانب أوغندا هي خطوة يجب أن تحظى بتأييد إقليمي ودولي من أجل الوصول إلى الهدف المجهول. شكرا جزيلا، وصلت الرسالة. شكرا جزيلا دكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، معقبا على اجتماع الفصائل جنوب السودان في أوغندا بوساطة ورعاية مصرية.